أحواض للزرع فوق سطح أحد المنازل. هالمشهد مو من بلد أوروبي ولا تجربة عالمية معروفة، عم نحكي عن فوايدها وعم نطرحها كمثال، نتمنى أنه يكون موجود عنا. بالحقيقة هاي الصور والمشاهد بسوريا، هاي الصور والفيديوهات بتعبر عن مشروع انعمل بإيدين شاب مبدع اختار يتحدى ظروف الحرب وظروف الحياة. عبد الرحمن بيقول هالخير اللي موجود واللي عم نشوفه ما كان فقط نتاج أيام قليلة ولا وقت قليل، بالعكس كان وقت طويل ومجهود ومشروع ممكن إذا تطبق بأماكن كتير من بلدنا يوفر علينا وناكل من خيرنا. كيف تحولت هالتجربة إلى واقع؟ تفاصيل هالإنجاز مع ضيفنا اللي صار باستوديو صباحنا غيره.